المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين وتكون الأمور ديالكم مزيانة في التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد دائما الهام شنال. الغوصة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالأسنان، تحديدا تبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار والتخلص من جميع المشاكل اللي كيواجهوها السيدات في الأسنان ديالهم وفي الفم ديالهم أيضا بصفة عامة. فوصفة اليوم سهلة مهلة، كتكون بمكونات أكيد طبيعية إن شاء الله اللي غتعجب كل السيدات، متناول الجميع أكيد، ودائما كنحاول الماكسيموم ديالي أنني نجيب لكم شي حاجة اللي سهلة مهلة وتقدر كل سيدة تستعملها إن شاء الله في البيت ديالها. فإلا احتنتوا عندكم الصفة الطبيعية لتبييض الاسنان باي مكون موجود في المنزل، يعني نتوما ديجا جربتوها ولقيتوا عليها اكيد اشياء مزيانه، فخليو لينا طريقه التحضير، طريقه الاستعمال، المكونات اون ديتاي في لي كومونتير، ودوري نجرب لا غوسيت ويلا عجبتني وعطاتني نتائج فعاله اكيد اكيد ان شاء الله غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناه باش هكذا تعم الفائده لجميع السيدات والعدد كبير ديال السيدات اللي دائما كيقلبوا على الوصفات الطبيعيه المجربه والمضمونه والفعاله 100% اكيد. فنتمنى كما قلت لكم الا عندكم دي غوسيت مرحبا بهم في لي كومونتير، كنرحب بهم على راسي وعيني، ولا ممكن تخليهم لينا حتى في لي ميساج اون بريفي في لي ريزو سوسيو ديالي، اي في لاباج فيسبوك وسي انستغرام وسي سناب شات، وجميع الروابط غتلقاوها في الديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دافو. ايضا ما تنساوناش بالاشتراك ديالكم في القناه بالضغط على زر الاشتراك موجود اسفل الفيديو، ايضا ضغطوا على زر الجرس، وايضا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كما سبق لي وذكرت. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وبعد ما تعرفنا على كل هذه الاشياء نمشيو الان باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه السحريه اللي ان شاء الله تقدر تبيض لكم الاسنان ديالكم في جوج ديال الدقائق فقط، يعني المده على حسب المشاكل الموجوده في الاسنان، يعني اللي كانوا مشاكل خفاف فجوج ديال الدقائق غادي ان شاء الله تعالجوا المشاكل، الا كانوا مشاكل كثيره في الاسنان ديالكم فاكيد ان شاء الله ظرف 5 ديال الدقائق ولا 10 دقائق ان شاء الله تعالجوا المشكل، لانه اكيد الوصفه فيها مكونات اللي غادي تزول لكم كل المشاكل الموجوده في الاسنان. فباش ما نطولش عليكم اكثر نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. دونك اول مكون غادي نحتاجوا ليه هو حبه من الطماطم اولا مطيشه وحده كما كنقولوا، غادي نحتاجو مطيشه وحده كتجي بهذا الشكل، انا خديت غير حبه وحده قسمتها على جوج وغنكتفي غير بالنصف ديالها. بالنسبه لثاني مكون هو بيكربونات صودا او بيكربونات الصوديوم اللي كتجي بهذا الشكل، انا غنحاول نبينها لكم لانه هي باللون الابيض فما كتبانش مزيان، ها نتوما كتجي بهذا الشكل. بالنسبه لبيكربونات الصودا او بيكربونات الصوديوم بزاف السيدات كيسولوني عليها في لي فيديو كيقولوا لي راه ما كناخذوهاش بزاف ما كنستعملوهاش في الوصفات الطبيعيه فين ممكن نلقاوها. بالنسبه لبيكربونات الصوديوم ولا بيكربونات الصودا فغادي تلقاوها في الصيدليه، الثمن ديالها كيتراوح ما بين 3 ديال الدراهم مغربيه و6 ديال الدراهم مغربيه على حسب لو باك، كاين باك صغير وكاين باك كبير على حسب الغرام اللي في كل باك، كيبقى الثمن اكيد راجع على حسب الكميه وانتم خذوا اللي يناسبكم. المهم بيكربونات الصودا راه زوينه وكنصح كل سيده يكون عندها باك سواء صغير ولا كبير باش هكذا تبقى تستعملها في الوصفات الطبيعيه في الاسبوع اكيد. فبالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه كما قلت لكم حبه من الطماطم اولا مطيشه وحده بيكربونات الصودا ومعجون الاسنان، انا خديت هذه النوعيه هذه ديال كولغيت، ممكن تاخذوا اي نوعيه ماشي بالشرط تقيدوا بداكشي اللي كناخذ انا، يعني اي حاجه عندكم في المنزل فممكن تستعملوها كيف ما ممكن تاخذوا هذه النوعيه ولا اي نوعيه واحده اخرى. هانتوما فانا اليوم غنستعمل كولغيت، وهادو هما المكونات البنات اللي هما حبه من الطماطم ولا مطيشه وحده بيكربونات الصودا ومعجون الاسنان اي نوعيه متوفره في كل سائق وفي كل بيت ديال كل سيده اكيد. فبسم الله على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير طريقه الاستعمال بعد ما تعرفنا على مكونات هذه الوصفه هذه. فغادي خديت هنا نصف من حبه من مطيشه نحاول نعصرها بهذا الشكل،
هذه نضيف بيكربونات الصودا غادي ناخد معجون الأسنان نزيد ملعقة أخرى من معجون الأسنان بسم الله نحاول نخلط كل المكونات وكل العناصر مع بعضهم البعض نزيد نضيف كمية أخرى من بيكربونات الصودا أو بيكربونات الصوديوم نتوما الوصفه كيفاش كتولي ملي كتصبح بهذا الشكل هذا بعد ما كنخلطوا المكونات مزيان مع بعضهم البعض الوصفه او النتيجه النهائيه كتصبح بهذا الشكل هذا يعني راه كميه كثيره ممكن تستعملوها يعني ثلاثه ديال الافراد او اللي يستعملوها بلوتو ثلاثه ديال الافراد ولا اربعه فبعد ما تصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو كتاخذوا فرشاه ديال الاسنان اللي كتكون مخصصه لوضع الوصفات الطبيعيه على الاسنان ماشي الفرشاه اللي كنستعملوها بشكل يومي للاسنان يعني كنخليوها ابار غادي كنحكوا بها غير الاسنان ديالنا بشكل يومي وحده اخرى كتكون عندنا كنخلوها غير الوصفات الطبيعيه اللي غنحطوها على الاسنان ديالنا فكناخذوا ديك الفرشاه اللي كتكون مخصصه لوضع الوصفات الطبيعيه على الاسنان ومن بعد ما كناخذوها كنحكوا بها كنا يعني كنغمروها في الوصفه كنحكوا بها الاسنان ديالنا المده ديال كما قلت لكم الا عندكم مشاكل قليله فغير جوج دقائق كافيه الا عندكم مشاكل كثيره خليوها ما بين 5 دقائق 10 دقائق لو ماكسيموم ومن بعد غسلوا يعني الفم ديالكم بعد ما تغسلوا اكيد الفم ديالكم مزيان على حق وطريقه كما كنقولوا الناس اللي يسولوني يقولوا لي واش ممكن نعاودوا نحكوا الاسنان ديالنا بمعجون الاسنان بعد ما استعملوا هذه الوصفه اكيد ممكن لانه معجون الاسنان يعني تخلط مع المكونات فالا بغيتوه يعني يحك لكم الاسنان ديالكم مزيان وتنقى الاسنان ديالكم مزيان من هذه الوصفه فاكيد ممكن تعاودوا تحكوا الاسنان ديالكم وشو كيبقى راجع لكم فمثلا ملي تعملوا هذه الوصفه وتحكوا الاسنان ديالكم
هكذا يعني غيكون افضل صراحه واحسن كذلك لكل السيدات، ولكن اكيد مش بقى كيبقى راجع على حساب كل سيده واشنو بغات، واكيد هذا الشيء كامل خاصنا نعملوه، يعني نعملوا الوصفه الطبيعيه، ولكن ضروري البنات ما نتاكدوا من اننا كنحكوا الاسنان ديالنا 3 مرات في اليوم، يعني واخا الوصفه الطبيعيه ضروري ومؤكد اننا نحكوا الاسنان ديالنا 3 مرات على الاقل ولا 4 مرات في اليوم بالكامل، باش هكذا نتخلصوا من اللي يعني الماكله اللي كتبقى في الاسنان ديالنا وكل هاد الاشياء والرائحه الكريهه وبزاف ديال المشاكل الاخرى اللي كانوا منها كل السيدات او بعض السيدات. ف يعني باش نعالجوا كل هاد المشاكل ما علينا الا بالوصفه الطبيعيه، وما علينا الا باننا نحكوا الاسنان ديالنا 3 مرات على الاقل او 4 مرات في اليوم بالكامل. فهاد الشيء اللي كاين البنات بخصوص هاد الوصفه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى هاد الوصفه اللي يعني بارطاجيتها معكم تنال الاعجاب ديالكم يا ربي، ولا عجبتكم ما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله باذنه كذلك.